خلينا ناخدكم بقى لأبطالنا في باريس واللي بيخوضوا منافسات الأولمبياد النهاردة، وعندنا أكتر من منافسة في عدد من الرياضيات أهم المنافسات دي هتكون الساعة 10 صباحا الرماية عزمي محليبة وعمر هشام في تصفيات سكيت رجال، والساعة 2 ظهرا كرة الطايرة بين مصر والبرازيل، أما الساعة 10 مساء هي الساحرة المستديرة ومباراة مهمة جدا بين مصر والنرويج، ودي يعني من أصعب المباريات اللي إن شاء الله بنتمنى لمنتخبنا فيها الفوز، لأن منتخب النرويج صاحب العلامة الكاملة حتى الآن بتحقيق 3 انتصارات أمام الأرجنتين وفرنسا والمجر، وبيتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات فرنسا والدنمارك والأرجنتين والنرويج والمجر محتلا المركز الثالث في المجموعة، ومن المقرر أنه يصعد أصحاب أول 4 مراكز في المجموعة إلى الدور ربع النهائي مع منافسات كرة اليد في الأولمبياد. عندنا عدد كبير من لاعبتنا إن شاء الله مصعدين، لكن يعني تحية وبنشد على إيد عمر عصر لأنه خرج الحقيقة امبارح بعد منافسة شديدة مع السويدي، والحقيقة أنه يعني قبل بلاء حسنا وحاول يعادل وحاول يعني يخلي المباراة تنتهي لصالحه، لكن للأسف خرج من الربع النهائي، ويعني هارد لك وإن شاء الله تعوضها المرة اللي جاية وإحنا فخورين بيك، لكن زياد السيسي صعد للنصف النهائي إن شاء الله. يعني ربنا يوفق كل أفراد البعثة، واللي خرجوا بالتأكيد عملتوا اللي عليكم وكل التوفيق ليكم فعلا في النسخ جاية. خلينا نروح دلوقتي لكرة القدم، من كرة اليد هنروح لكرة القدم. منتخبنا الوطني الساعة 8 مساء هيلتقي مع منتخب باراجواي في ربع نهائي أولمبياد باريس، وقدر منتخب مصر زي ما شفنا قبل كده الأولمبي طبعا لكرة القدم ان هو يتأهل في صدارة مجموعته للمرة الأولى في تاريخه، زي ما بنقول ان المنتخب بيضرب أرقام قياسية فعلا بعد ما حقق فوز تاريخي على إسبانيا بنتيجة 2-2 في الجولة الثالثة بالدور الأول، علشان يتصدر المنتخب المصري مجموعته برصيد 7 نقاط ويتأهل لدور الثمانية. إن شاء الله كلنا أمل وتفاؤل في تحقيق المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم نتيجة إيجابية علشان يرجع لنا بميدالية لمصر، وبإذن الله يعني يفرحنا هو وكل الألعاب قدر المستطاع اللي يرجعوا لنا بالميداليات يا رب، عشان بس الشعب المصري كله يفرح يا رب إن شاء الله. يعني في كل الأحوال إحنا فرحانين بيهم وفخورين بيهم، هم بذلوا مجهود كبير وهم أكتر ناس نفسهم يحققوا ميدالية أو يوصلوا للنهائي وربع نهائي، لأن هم تعبوا على نفسهم كتير 4 سنين بيجهزوا علشان اللحظات دي، وبالتالي المنافسة شديدة جدا مع مصنفين أوائل عالميا يعني، فالموضوع ما هوش سهل. لكن علشان نتكلم أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن الكتير من الموضوعات الرياضية، معانا الناقدة الرياضية دينا نبيل. صباح الخير ويوم سعيد. صباح الفل على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني بداية كده متابعة حضرتك للبعثة المصرية الأولمبية من البداية حتى الآن في أبرز الألعاب وأبرز النتائج اللي حضرتك تابعتيها؟ يمكن طبعا زي ما كلنا تابعنا، كانت يعني كان منتخب السلاح هو أبرز النتائج حتى الآن. منتخب السلاح إحنا بالفعل مصنفين فيه على العالم بشكل متقدم في أكتر من سلاح، وطبعا كلنا شفنا البرونزية التاريخية لبطلنا محمد السيد اللي جابها في تاني أيام المنافسات، ويمكن كمان كان في أكتر من بطل تاني في السلاح قريب إن هو يحقق ميدالية زي طبعا بطلنا زياد السيسي. هو زياد السيسي وصل للنصف النهائي مظبوط كده؟ اه بالظبط كده، لكنه طبعا في الاخر يعني حقق المركز الرابع في المنافسات، لكن طبعا كان اداء منتخب السلاح كان اكتر حاجه لافته. وبالمناسبه السلاح لسه مكمل النهارده تاني عندنا المنتخب اللي فيه محمد السيد، هيلعب منافسات الفرق في سيف المبارزه، ده هيكون الساعه 2:30 لسه الفرق شغاله معانا، لان هما بيخلصوا الفردي الاول وبعدين منتخبات الفرق بتبتدي تلعب. يمكن كمان يعني لو هنتكلم عن ابرز النتائج، منتخب اليد بالتاكيد بيقدم اداء عظيم من اول دوره الالعاب الاولمبيه حتى الان، بيفوز على المجر في اول مباراه الافتتاحيه ليه، وبعدين يعني اداء قوي امام الدنمارك وبيخسر بفارق 3 اهداف بعد ما كان متاخر ب 10
أهداف المباراة طبعا الأخيرة اللي كلنا شفناها، وكان يمكن حزننا واتضايقنا بشكل كبير على التعادل أمام فرنسا بنتيجة 26-26، لأن احنا كنا متقدمين بفرق كبير وخلصنا الشوط الأول 15-11، لكن يعني المنتخب تعادل او فرنسا تعادلت معانا في الثواني الاخيره، خطفتنا كده زي ما احنا بنقول في الرياضه في الثواني الاخيره. لكن بالتاكيد النهارده عندنا ماتش مهم جدا امام النرويج في تمام الساعه 10 مساء، وكل املنا ان المنتخب يقدر ينجح ان هو يفوز على النرويج، لان دوت هيخلينا في المركز الثاني في المجموعه، فده هيسهل علينا كتير باقي مشوارنا في البطوله او في باقي دوره الالعاب، لان كل ما بتحقق مركز متقدم في المجموعه او بيتاهل في مركز يكون افضل طبعا علشان التصفيات بالظبط، وبيجنبك مواجهات صعبه امام مثلا فرق زي منتخبات زي اسبانيا او كرواتيا، المنتخبات اللي هي في المجموعه الثانيه. فالسلاح واليد حتى الان هم اللي عاملين، وطبعا مش عايزين ننسى كره القدم يعني كان فوز تاريخي على منتخب اسبانيا بنتيجه 2-1 في المباراه طبعا اللي تالق فيها لاعبينا، وكانت الروح يعني عاليه قوي من لاعبينا في المباراه، بتتاهل وانت متصدر، انجاز كبير اكيد لمنتخبنا الوطني لكره القدم. بقيه الالعاب يمكن انا شايف ان هي حتى الان الاداء او يعني النتائج متوقعه، يعني كلنا عارفين ان احنا مثلا اي حد متابع جيد للعبه عارف ان احنا شويه في القوس والسهم او السلاح سيدات او مثلا الشراع والالعاب دي احنا شويه بعاد، فكان متوقع ان احنا كمان حتى تنس الطاوله امبارح طبعا عمر عصر مش عاوزين ننسى اداء قوي جدا بوصوله لمنافسات ربع النهائي، لكن بشكل عام احنا عارفين المنافسه بتبقى في تنس الطاوله صعبه، لانه دايما الابطال بتوع اسيا والصين تايبي والصين دول بيبقوا مسيطرين على اللعبه بشكل كبير، فكنا طبعا عارفين ان عمر عصر هيقابل في طريقه ابطال يعني مميزين جدا زي حتى السويدي امبارح اللي كان معاه في مباراه امبارح. فيعني دي نظره سريعه على الالعاب اللي ايه الالعاب الفرديه اللي شايفه ان ممكن نحقق فيها نجاح يا استاذه دينا؟ يمكن طبعا ان احنا شويه حظنا في الجدول ان الالعاب اللي احنا مرشحين فيها بقوه متاخره حبه في الجدول، يعني لسه ما اتلعبتش. طبعا السلاح اللي احنا جبنا فيه ميداليا بالنسبه للالعاب بقى اللي احنا العين عليها زي ما احنا بنقول كده رفع الاثقال، لسه هيبدا يوم 7 اغسطس، وطبعا احنا عندنا اكتر من بطل مرشح زي ساره سمير وزي كريم كحله ونعمه سعيد، عندنا اكتر من بطل، كلنا عارفين ان احنا الاثقال تاريخيا مسيطرين فيها بشكل كبير، يعني احنا مصر جايبه 38 ميداليه اولمبيه في تاريخها منهم 14 بس في الاثقال، فاللعبه دي احنا مركزين معاها ان شاء الله يا رب يعني نحقق انجاز في لعبه رفع الاثقال. كمان يمكن برضو رياضه الخماسي الحديث اللي احنا بالفعل كنا حققنا ميداليه فضيه في اولمبياد طوكيو 2020 عن طريق طبعا بطلنا احمد الجندي، كانت فضيه تاريخيه بالتاكيد. برضو كذلك الخماسي برضو من الالعاب المهمه جدا واللي احنا بنشارك فيها باربع لاعبين في اولمبياد باريس 2024، واللي لسه ما بداتش لكن هي يعني هتبدا في الايام القليله المقبله. كمان المصارعه احنا من الالعاب اللي احنا مميزين فيها جدا، وطبعا كان اخر انجاز لينا برونزيه كيشو او محمد ابراهيم كيشو في طوكيو 2020، وطبعا احنا المصارعه برضو المقرر ان هي تبدا في الايام القليله المقبله، المصارعه بتشارك برضو بتيم او يعني بقائمه قويه جدا في اكتر من لاعب، مش عاوز انسى حد يعني منيع وكيشو، وفي طبعا في المصارعه النسائيه شايفه ان مباراه كره القدم النهارده صعبه جدا، ولا في يعني نسبه كبيره بتتوقعي لها ايه؟ بص يعني يمكن ماتش طبعا باراجواي في ربع النهائي ماتش اكيد هيبقى قوي جدا، لانه باراجواي حتى الان عامله اداء قوي جدا في البطوله، يعني باراجواي هي صاحبه فضيه اولمبياد اثينا 2004، تاريخ طويل بتهيألي، يعني اعتقد ماتش مش هيبقى سهل ابدا، هم شاطرين قوي في الهجمات المرتده والسرعات، يمكن هم عندهم في لاعب مش هيلعب اللي هو اسمه مارسيلو فرنانديز، ده مش هيلعب عشان خاطر التراكم الانذارات والبطاقات، ومش هيكون موجود، ده بتهيألي يعني برضو ده شويه ممكن نتمنى ان هو يضعفهم شويه في مباراه النهارده، ويمكن كمان يعني عندهم اكتر من سلاح، لكن بالتاكيد مباراه قويه جدا ومنتخبنا افندم تمام. بقول لحضرتك يعني تمام مظبوط فعلا، يعني ده هيكون مفيد، نتمنى ان شاء الله ان ده يضعفهم يعني.
ان شاء الله. ويمكن كمان بس عايز اقول اكيد طبعا بمنتخبنا الوطني حتى الان، يعني اداء اكتر من لاعب بيتالق، زيزو، النني، ابراهيم عادل، كوكا، يعني اكتر من لاعب بصراحه بيأدوا اداء قوي جدا تحت قياده ميكالي المدير الفني. واللي يمكن بيتهيالي كمان يعني الناس مستبشره خير، لانه ميكالي نجح ان هو يحقق قبل كده ميداليه اولمبيه مع منتخب البرازيل في اولمبياد ريو، فان شاء الله يعني يا رب يقدر يحقق نفس الانجاز معانا. نتمنى يكررها. طب استاذه دينا، احنا بنتكلم هنا عن ماتش تاريخي وانجاز تاريخي عمله يعني المنتخب الاولمبي مع اسبانيا، هل ده يكون ضاغط او يكون عنصر ضغط علينا في الماتش النهارده، ولا يكون حافز لينا ان احنا يعني نتقدم اكتر ونوصل لمرحله اكبر واكبر؟ انا اعتقد ده هيبقى حافز بشكل كبير. اللعيبه عايزه تصنع التاريخ، انت وصلت لمرحله ربع النهائي وبتتاهل كمتصدر لاول مره في تاريخك، فدوت اللاعبين نفسهم الموجودين حتى يعني موجودين في المنتخب عاوزين يصنعوا حاجه مع المنتخب، لانه كلنا عارفين ان احنا دايما قبل يعني قبل الدورات الاولمبيه منتخب كرة القدم مش بيبقى معلق عليه امال قوي، لان احنا دايما في الالعاب الجماعيه بيبقى صعب ان انت تحقق ميداليه. لكن اعتقد يعني للاعبين الموجودين حاليا في المنتخب الوطني لما يلاقوا الناس متحفزه جدا ليه يعني الاداء اللي هم بيأدوه، فهم طبعا هيخليهم اكتر متحفزين ان هم عاوزين يصنعوا حاجه طبعا لتاريخ مصر. بالتاكيد هتكون مباراه صعبه جدا صعبة جدا جدا على المنتخب الوطني، لكن يعني انا اعتقد ان شاء الله منتخب مصر قادر ان هو يعني يمضي في البطولة ويستطيع ان هو يتأهل لنصف النهائي ان شاء الله. ان شاء الله، يعني بنتمنى لهم التوفيق، وبنتمنى لكل لاعبتنا واللاعب اللي عندها مباريات النهارده يعني التوفيق. وكمان الايام القادمه هنظل نتابع معاكم بعثتنا المصريه في الاولمبياد بالالعاب المختلفه، وطبعا يعني مره ثانيه للي بيتاهلوا واللي لسه في تصفياتهم واللي لسه العابهم ما بداتش، احنا معاكم وربنا يوفقكم. اللي خرجوا شكرا على ادائكم المميز، وبنتمنى ان يكون افضل في المرات القادمه.